أحييكم وأستهل النشرة بالعناوين. تأجيل الامتحانات الرسمية 5 أيام، وغريب يعلن شل الدولة في 7 حزيران. الزعبي عشية الانتخابات الرئاسية السورية، قرار المشنوق غير صالح قانونا. عباس يعلن انتهاء صفحة الانقسام الفلسطيني، حكومة الوفاق الوطني تقسم اليمين. بين مطرقة الجلسات التشريعية لدرس سلسلة الرتب والرواتب وسندان تحركات هيئة التنسيق النقابية، تأجلت الامتحانات الرسمية 5 أيام في كل الفروع على أن تنتهي قبل 27 حزيران، حسب ما أعلن الوزير الياس مصعب. الزميلة فوتون رعد تنضم إلينا من وزارة التربية لمزيد من التفاصيل. إذن فوتون، كيف يمكن إيجاز كل ما جرى اليوم في وزارة التربية من مواقف هيئة التنسيق إلى المؤتمر الصحفي للوزير الياس مصعب؟ نعم ماريو، يعني مثل ما قلنا أنه تأجلت الامتحانات الرسمية بكافة فروعها وبكل لبنان 5 أيام، يعني هيدا القرار يلي أعلنه الوزير الياس مصعب إلى حين أنه يتم معرفة ما ستؤول إليه الأمور، يعني بعد هيدي 5 أيام. نحن بعد مؤتمر الصحفي للوزير الياس مصعب أخذنا تعليق لحنا غريب على يعني على تصريح الوزير الياس مصعب. حنا غريب أكد باسم هيئة التنسيق النقابية أنه بالنسبة لهم الامتحانات الرسمية هي بتمشي بالتوازي مع مطلب السلسلة يلي هي بدون تجزئة، واللي هي 121%، وأكد أنه هيئة التنسيق ثابتة على هذا القرار. أما بما يخص يعني الطرح يلي طرحه الوزير ياس مصعب، واللي هو طرحه طبعا كحل أخير يعني أو حل غير مرغوب به، أنه تتم الامتحانات الرسمية ولكن بإجراءات غير مسبوقة طبعا إذا اضطر الأمر لأنه توصل الأمور لهذا المحل. فهيئة التنسيق أكدت أنه طبعا مصادر هيئة التنسيق أكدت أنه هيدا الخيار يعني لا يمكن أن يحصل، لأنه الأساتذة وتحديدا هيئة التنسيق هن بيملكوا ألف باء كل الامتحانات والأسئلة وأسس التصحيح، ولا يمكن يعني استبدالهم بأشخاص آخرين ولا أنه تصير هيدي الامتحانات من دونهم. رح نستمع ماريو لأبرز ما قاله الوزير الياس مصعب بمؤتمره الصحفي. نعم. وفي حال عدم التوصل لاتفاق و تواصل مع هيئة التنسيق لإجراء الامتحانات بتاريخ المؤجل يعني 12 حزيران، في حال ما قدرنا نتوصل نحن وياهم لهالاتفاق، أنا بدي يكون عندي موقف باخد فيه بعين الاعتبار مصلحة الطلاب، مصلحة الأهل، وبالتالي مصلحة العام الدراسي. وهيدي يعني إجراء امتحانات ولو بطريقة غير مسبوقة، ومش على غرار اللي صار بال 2010 للي بيتذكر الحل اللي كان عم ينطرح سنة 2010. فوتون، هيدا فيما خص وزارة التربية، كيف يمكن وصف التحركات بباقي المناطق؟ نعم ماريو، يعني اليوم كمان شهد تحركات بمختلف المناطق اللبنانية أمام المناطق التربوية للأساتذة، كانوا يعني كلهم احتشدوا كل أمام منطقة التربوية اللي هو تابع لها لحتى يأكدوا مطلب السلسلة، وهو ضمن سلسلة الاعتصامات يلي عم تقوم فيها هيئة التنسيق النقابية طبعا مثل ما قلنا لحتى تأكد مطالبتها بهذا الموضوع. ماريو رح نستمع لأبرز ما قالوا كل من حنا غريب يلي كان له تصريح من أمل المنطقة التربوية في بيروت، ونعمة محفوظ نقيب المعلمين في المدارس الخاصة يلي كان له تصريح من أمام المنطقة التربوية في الشمال. عم بيقولوا لنا اخدين التلاميذ رهينة، نحن منقول لهم لك اخدين الشعب اللبناني كله رهينة بين ايديكم. واللي عم بيقولنا انه انتو عم تعاقبوا التلاميذ، نحن منقول له اشتغلت بالسلسلة 6 شهور، ليش رجعت تراجعت عنا؟ للي عم بيهددونا بعض المؤسسات الخاصة هني من فترة
عم يحكوا بإلغاء البروفي من زمان. احنا منقول لهم هلأ شهادة البروفي خط أحمر، لأن جزء من السيادة الوطنية للدولة اللبنانية على قطاع التربية والتعليم. وللأهالي والتلاميذ بدنا نقول لهم سبق وقطعنا الامتحانات والتصحيح وما خسرتوا شيء، وهلأ نحن منرجع منكرر هذا الموقف مرة تانية. نحن اليوم بدنا نوجه رسالة لوزير التربية وللحكومة ولكل الطبقة السياسية بلبنان، انه هيئة التنسيق النقابية بعد 3 سنين ماضية بالقرار اللي أخذته ما حدا احرص على الطلاب والاهالي من المعلمين. الموضوع ما عاد له علاقة لا بال200,000 ولا بالسلسلة ولا بال300,000، الموضوع صار له علاقة بكرامات المعلمين. اعتبارا من الاول من حزيران بدأ تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة لجهة اسقاط صفة النازح عن السوريين الذين يدخلون اراضي بلادهم، وفق ما اعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بعد اجتماع للجنة المعنية شؤون النازحين في السرايا الحكومية. درباس أوضح أن وزارة الداخلية أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين بالقرار، كما جرى إبلاغ الجهات الأمنية المعنية على الحدود بالأمر نفسه لإجراء المقتضى. إحنا دولة تحتمل فوق طاقتها، أنا ما بقدر أحمل نزوح في لبنان بسبب اجتماعي أو بسبب اقتصادي. نحن حكومة قررت أن تكون لها سياسة تجاه الملف السوري. في السابق لم تكن هناك سياسة. قسم كبير من الشعب اللبناني، بل كل الشعب اللبناني، رفض إقامة مخيمات. ورغم ذلك الآن نحن في عنا 1250 مخيم عشوائي ما قلنا عليهم رقابة. نحن نفكر الآن بأنه في مناطق آمنة في سوريا، لازم يكون في بحث مع الأمم المتحدة لإقامة مخيمات في هذه المناطق، أو نحن اقترحنا في مناطق فاصلة بين الحدودين اللبنانية والسورية وهي أرض لبنانية، نحن نتبرع بتقديمها للإخوة النازحين السوريين. في غضون ذلك استغرب وزير الإعلام السوري عمران الزعبي الأرقام التي أعلنت عن نسبة المقترعين في سفارة بلاده أو أعلنت في لبنان، معتبرا في حديث إلى برنامج نهاركم سعيد أن قرار الوزير نهاد المشنوق في شأن تصويت النازحين داخل الأراضي السورية غير صالح قانونا، لكنه في الوقت نفسه شأن داخلي لبناني. 1.5 مليون، رح افترض أنه 1.5 مليون، ليسوا جميعهم ممن يحق له الانتخاب، وما زال هناك أناس لم يتمكنوا، ولذلك جاء قرار وزارة الداخلية لمنع هؤلاء الناس من المشاركة في الانتخابات باختصار شديد. طبعا نحن كنا نتوقع أيضا أن يأتي أناس كثيرون من لبنان إلى المراكز الحدودية للمساهمة والاشتراك في الانتخابات، هؤلاء منعوا. نحن نقدر أن يكون عددهم بحدود 500,000 تقريبا. يعني سأل سؤال بسيط، هل الذي أصدر هذا القرار أو الذي درسه هم أشخاص على صلة بالقانون؟ وفي الداخل السوري تحضيرات لانطلاق الانتخابات الرئاسية التي ستشرف عليها وفود من 9 بلدان حليفة حسب ما أعلن مسؤول إيراني. الزميل إدمو ساسين ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة دمشق. إذن إدمو، بين السياسة والأمن كيف يمكن نقل المشهد من العاصمة دمشق؟ نعم ماديو، يمكن القول أن كل التحضيرات والإجراءات الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 3 حزيران 2004 باتت جاهزة لدى السلطات الرسمية المختصة، وهذه الانتخابات بات معلوما هي تجري للمرة الأولى في تاريخ سوريا، لأن في السابق كانت هذه يعني ليست انتخابات، كان حزب البعث يسمي أحد الأشخاص وبالتالي يتم استفتاء عليهم. اليوم هناك مرشحين حسن نوري، ماهر الحجار والرئيس بشار الأسد. إذا جلت في يمكن لك أن تلاحظ صور المرشحين، طبعا مع يعني مع بروز اللافت، يعني صور أكثر بكثير للرئيس بشار الأسد. إذن كل الإجراءات جاهزة، هناك إجراءات أمنية مشددة متخذة يعني في العاصمة دمشق خوفا من أي يعني سيارات مفخة أو أي أعمال يعني تقوم بها تعارض هذه الانتخابات الرئاسية. لا. طبعا هذه الانتخابات سوف تتم في 13 محافظة من أصل 14. المحافظة 14 هي الرقة، لن تتم فيها الانتخابات بسبب سيطرة داعش على هذه المحافظة.
يعني هناك بعض المحافظات التي تشهد خطوط تماس بين الجيش السوري وبين المجموعات المسلحة المعارضة. يعني هناك أيضا سوف تتم هذه الانتخابات مع وضع مراكز الاقتراع في مناطق آمنة تحت سيطرة الجيش السوري وتحت سيطرة النظام السوري. وبالتالي يعني يمكن القول بخلاصة المشهد يعني أن هناك بعض الداخل مع بعض الدول الغربية يعتبرون ما سيجري في 3 حزيران هو مشهد مسرحية معروفة النتائج سلفا، في حين أن يعني السلطات السورية أن هذا بداية التغيير في سوريا وهو تصويت وخياد للشعب السوري بين التخريب والدمار وبين المستقبل الديمقراطي والسياسي. شكرا لك أيبو. قتل 10 أشخاص في تفجير سيارة مفخخة في ريف حمص وسط سوريا حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي منذ قليل. وفي هضبة الجولان سقطت قذيفة أطلقت من الأراضي السورية فجر الاثنين على موقع للجيش الإسرائيلي من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا. وفي حين أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن هذا الأخير رد بإطلاق نيران مدفعية على المنطقة التي أطلقت منها القذيفة. ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 3 قذائف هاون أطلقت من سوريا، سقطت إحداها في القسم الذي تحتله إسرائيل من الجولان، فيما سقطت الأخريان في الجانب السوري. في تغريدات جديدة على حسابه على تويتر، قال المسؤول في كتائب عبد الله عزام الشيخ سراج الدين زريقات: لا تقلق من فرعنة حزب إيران، الأيام دول ومصيرهم أن تجتاحهم أمواج المظلومين، مصيرهم أن تنتفض في وجههم براكين المستضعفين، ومأواهم النار إن كانوا يؤمنون بيوم للحساب على حد تعبيره. وتابع زريقات داعيا أهل السنة في لبنان إلى أن يثوروا على من ظلمهم وقتل أبنائهم، وإلى أن ينتفضوا في وجه جلاديهم، مستعينا بمقطع فيديو على موقع يوتيوب يظهر فيه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وهو يدعو إلى التصدي لحزب إيران في لبنان في اللقاء السابع مع مؤسسة السحاب. تتابعون بعد الفاصل. وهاب، اتفاق الطائف لم يعد صالحا. نفى رئيس جبهة النضال الوطني التقارير الإعلامية المتتالية التي تتحدث عن سفره إلى باريس للقاء الرئيس سعد الحريري، مؤكدا أنه عندما يحين موعد اللقاء سيجري الإعلان عنه رسميا. جملات التقى المطران الياس عودي في دار مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت، ورفض بعد انتهاء اللقاء الحديث عما إذا كان جرى التطرق إلى ملف الانتخابات الرئاسية. هدف الزيارة شكر سيادة المطران الياس عودي على كلامه اللطيف واللفت الكريم في وداع الصديق المشترك الأستاذ توم عريضة، لا أكثر ولا أقل. طيب موضوع الرئاسة تأخر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب رأى أن اتفاق الطائف لم يعد صالحا للبلاد، وندد بمحاولة البعض تعطيل الانتخابات النيابية. هذه الانتخابات النيابية يجب أن تحصل، ويجب أن يتم انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية، وأنا أعتقد بأن انتخابه رئيسا للجمهورية قد ينقذ هذا النظام، رغم أنني لست مع إنقاذ هذا النظام، قد ينقذ ما تبقى من هذا النظام، قد ينقذ الطائف الذي لم يعد برأيي اتفاقا صالحا لإدارة البلاد. إذا طالت عملية التعطيل أنا أعتقد سندخل في المجهول، وعندها لن يعرف أحد كيف ستتجه الأمور، ثم عندها لن يعود متوفر أن نقوم بإتمام هذا الاستحقاق الرئاسي فقط دون بحث جدي في عقد اجتماعي جديد بين كل اللبنانيين يغير جزءا كبيرا من هذا العقد الذي تم في اتفاق الطائف. رأى السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين أن محاولات إسقاط النظام الشرعي والمقاوم في سوريا لم تنجح، لافتا بعد لقائه رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان في خلدي أن المحاولات في هذا الاتجاه مستمرة عبر التدمير والقتل. فنحن واقفين بكل الحزم
ضد أي هذه التصرفات المدمرة، وأن اعتمادا على قدراتنا الذاتية وعلى الشراكة مع أصدقائنا، نحن نريد إعادة الأمور إلى المجرى السياسي لإيجاد الحلول السلمية لهذه النزاعات. قبيل سفره إلى فرنسا يوم الأربعاء، قام الرئيس ميشيل سليمان بزيارة بكركي، واستعرض مع البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي الأوضاع العامة، مشيرا إلى أن الدستور واضح لناحية الصلاحيات المناطة بمجلس الوزراء في حال شغول كرسي الرئاسة، وهذه هي ذهنية الحكومة ورئيسها تمام سلام. وأمل سليمان في أن يكون هاجس انتخاب رئيس الأولوية الأساس لدى الجميع. كل اللبنانيين مزعوجين من هالموضوع، ولازم على السريع يتم إجراء انتخابات وفقا للدستور والديمقراطية اللي نحن معتمدينها بلبنان، تداول السلطة والانتخابات. لا يجوز ترك الموضوع بدون هيك. في قانون، في دستور، مجبور كل العالم تطبقه ويروحوا على مجلس نيابي وينتخبوا ويضلوا يروحوا ويعقدوا جلساته، وما يصير تعطيل للنصاب، هذا أمر غير ديمقراطي. إلى السرايا الحكومية، حيث كان بحث في شؤون وشجون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بين الرئيس تمام سلام ووفد من المحكمة الدولية ضم رئيس القلم فيها داريل مانديس ورئيس قلم المحكمة في بيروت أنتوني لوتش. وفي شأن متصل بالمحكمة الدولية، رفع رئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت الدكتور عبد السلام شعيب بالإنابة عن نقيب المحامين، رفع إلى القاضي الناظر بجرائم التحقير في المحكمة نيكولا لاتيري موقف اللجنة بأن المحكمة أنشأت جرائم جديدة كالتحقير وعرقلة سير المحكمة التي لا تدخل في اختصاصها القضائي الوارد أصلا في المادة الأولى من نظامها، والمحصور بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والجرائم اللاحقة المرتبطة بها والتي تقررها الأمم المتحدة ولبنان بموافقة مجلس الأمن. ولهذا تصر اللجنة على أن القضاء الجزائي اللبناني يبقى الأساس، وأن محاكمة وسائل الإعلام اللبنانية وتحديدا الجديد والأخبار يجب أن تجري على الأراضي اللبنانية وفقا لقانون المطبوعات اللبناني. وفي السرايا إذن في السرايا الحكومية، عرض رئيس الحكومة تمام سلام مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ديفيد هيل تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. هيل التقى أيضا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وقد غادر من دون الإدلاء بأي تصريح. تتابعون بعد قليل كأس العالم للخراف. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس انتهاء صفحة الانقسام الفلسطيني مع أداء حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله اليمين الدستورية، وذلك بعد التغلب على خلاف في اللحظات الأخيرة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس التي منعت إسرائيل ثلاثة من وزرائها من مغادرة قطاع غزة إلى رام الله. وفيما رحبت حركة حماس بحكومة الوفاق معتبرة أنها تمثل كل الشعب الفلسطيني، شدد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في اتصال بعباس على أهمية أن ترفض الحكومة الجديدة العنف، وأن تعترف بدولة إسرائيل، وأن تحترم الاتفاقيات الموقعة. أشاد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بجهود إيران من أجل الشفافية حول برنامجها النووي، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشكوك لم تتبدد بالكامل. أمان وفي كلمة أمام الدول الأعضاء في المنظمة قال إن إيران بدأت حوارا مهما مع الوكالة، إلا أنه شدد على أن الأخيرة لا يمكنها أن تضمن بشكل نهائي عدم وجود مواد أو نشاطات نووية في إيران، ولا أن تجزم بناء عليه بأن مجمل المواد النووية مرتبطة بنشاط سلمي. بعد 40 عاما من التربع على عرش إسبانيا، قرر الملك خوان كارلوس التنازل عن العرش لولي عهده الأمير فيليبي، لأن هذا هو الوقت المناسب للتغيير حسب ما قال. وأعلن رئيس الوزراء أن تعديلات دستورية جديدة ستقترح للسماح للملك البالغ من العمر 76 عاما بالتنازل عن العرش.
وكان خوان كارلوس قد اعتلى العرش على أثر وفاة فرانشيسكو فرانكو في تشرين الثاني عام 75، وكسب شعبيته بنقله إسبانيا إلى الديمقراطية قبل أن تلاحقه المتاعب الصحية والفضائح في نهاية عهده. كأس العالم لكرة القدم انطلق مع مباراة للخراف. منتخبا البرازيل وكولومبيا على أرض المواجهة في مباراة لكرة القدم، لكن مهلا، المباراة هي بين خراف ترتدي زي فريقي كرة القدم البرازيل وكولومبيا. نود أن تصل كولومبيا إلى نهائيات كأس العالم، لهذا السبب أردنا إجراء المباراة مع الخراف التي أصبحت تحب كرة القدم أيضا. هكذا إذن اقتيدت الخراف للعب كرة القدم في مسابقة أطلق عليها اسم كأس العالم للخراف. فريقان من اللاعبين الافتراضيين دخلا أرض ملعب افتراضي لكرة القدم، المتفرجون هللوا فيما ركلت الخراف الكرة في الحقل مسجلة الأهداف في بعض الأحيان. هي إذن أجواء حماسية تسبق كأس العالم الذي يبدأ أواخر هذا الشهر في البرازيل، وإن كانت بين الخراف. ختام النشرة، إلى اللقاء.